انا عندي بس هسيح هنا الشوكولاته اهو زي ما انتم شايفين كده. الشوكولاته ناس كتير بتبقى متعقده منها، تقول انها بتخرز او مش بتسيح مظبوط. فكره حمام الميه للشوكولاته هيخلي النتيجه بتاعتها روعه. انا عامله ايه؟ عامله بوله ازاز تحتيها كازرولة فيها ميه، بس الميه ما تكونش واصله قوي للبوله بتاعتي، وبحطها كده وبسيبها على نار وسط عشان تسيح براحتها اهي. انا هسيبها لان دي اخر حاجه انا هعملها معاكم. طيب انا هبتدي بايه؟ هبتدي بالبودنج بتاع الفراوله عشان اسيبه ياخد وقته على النار. طيب تعالوا ناخد الحله كده هناك ونشوف هنحط ايه المقادير بتاعتنا. عندي 4 كوبايات من اللبن، وعندي 5 معالق من النشا اهي، وادي السكر. كاني بعمل مهلبيه عادي خالص بدون اي حاجه مختلفه او بدون اي حاجه غريبه، لبن ونشا وشويه من الفانيليا ممكن تحطيها في الاخر وخلاص، على كده مش هيبقى عندي اي حاجه تانية. تعالوا بقى نعلي النار هنا وهنا وهقلبها دلوقتي عشان النشا بتاعتي تفك على طول. يبقى حطيت ايه؟ طبعا اللبن بتاعي بارد، اللبن بتاعي مش سخن نهائي، ما ينفعش ابدا يكون سخن عشان النشا بتاعتي ما تعملش اي تكتلات. اهي هجهز ايه بقى؟ هجهز الفراوله. انا ممكن احط جيلي فراوله، بس الفكره ان انا مش عايزه حاجه يبقى فيها مكسبات طعم او لون او الكلام ده. ما ان عندي فراوله دلوقتي والموسم بتاعها موجوده بوفره كبيره جدا وكمان سعرها مش غالي، فانا هعمل زي بيوريه فراوله ينزل عندي على البودنج يديني طعم روعه جدا. طبعا الشوكولاته البيت هتدي طعم حلو قوي. هنعمل ايه؟ ادي عندي الخلاط، نجيب الفراوله خليها كده، هجيب الفراوله دلوقتي افرمها معاكم ونشوف هتدينا شكل عامل ازاي. اهي ادي الفراوله بتاعتي، نشوف كده ايه، شويه ميه يدوبك يدوبك اللي يخلي الخلاط بتاعي يلف. يعني مثلا على كوبايه الفراوله حوالي ربع كوبايه من ايه؟ اهي شايفين الميه عندي واصله لفين؟ عندي مثلا كوبايه من الفراوله يدوبك ربع كوبايه من الميه، مش اكتر من كده. نقفلها. نقلب برضو النشا واللبن. كانه عصير فراوله بس تقيل عشان يبقى عندي ما يخفش القوام هنا اهو. بصوا بقى اللون عندي حلو ازاي، عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا. في ناس كتير بتعملها بالجيلي، بس زي ما قلت لكم انا عايزه اعمل حاجه للولاد ما فيهاش اي مواد صناعيه ولا منكهات ولا اي حاجه، فبالتالي فراوله موجوده سعرها مش غالي خالص فنستغلها في حاجه زي دي. انا قلت اعمل تورتايه بالمناسبه عيد الحب، بس اعمل برضو صنف يقدر اي حد يقوم يعمله، حتى الولاد ممكن يعني تشترك معاكي فيه. اهو انا هقلبها على النار لحد ما تبتدي تتقل عندي، وبعد كده هزود لها الشوكولاته البيضة. فهناخد فاصل سريع على ما نبتدي نجهز للتورتايه الحلوه بتاعتنا، فاصل ونرجع على طول من تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ما غبناش عليكم. طيب بما ان يعني عيد الحب وكله احمر في احمر، فانا قلت ايه نعمل بس تورتايه ريد فيلفت كده تقديم. احنا لسه عاملينها على فكره قريب، اعتقد من شهر او شهر ونص، فلو عايزين الوصفه هتلاقوها على صفحتي. وطبعا هنقطع من التورتايه الحلوه اللي انا مجهزاها. طيب تعالوا نشوف
البودنج بتاعي او مهلبيه الفراوله بقى شكلها عامل ازاي. بصوا القوام كريمي جدا، ناعمه، لونها روز مش احمر قوي، فبالتالي انا واخده طعم الفراوله الفريش بطريقه حلوه جدا. هزود ايه بقى في المرحله دي؟ انا خلاص تقلت عندي القوام بتاعها مظبوط، هبتدي ازود عليها ايه؟ الفراوله اهو، وتقليبه عشان لما تيجي تاكلي تلاقي قطع فراوله عندك فهتحسي بطعم حلو جدا. نقول صباح الورد يا ام اسلام. صباح الهنا. صباح النور يا روحي. كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي. يا رب وانتي بالف صحه وسلام. كل عيد حب وانتي طيبه حبيبتي. وكل عيد حب وكل كرو البرنامج طيبين. يا رب يا رب وانتي دايما معانا. كل سنه وانتي طيبه برضه بمناسبه شهر رجب الكريم. يا رب يقعد علينا دايما الايام بخير واحنا يا رب يا رب يا رب يجعل ايامنا كلها اعياد يا رب. امين ان شاء الله ويزيح عننا الغمه دي. امين يا رب. وعايزه اقول لك منوره وحشاني جدا والله، وانتي وحشاني اكتر بكتير حبيبتي والله. تسلم ايدك. تسلم ايدك. مش قادره اقول لك. بصي بقى الفراوله، شايفه القطع اللي عندنا دي حلوه ازاي؟ لا حلوه وكل حاجه من ايدك جميله والله يا توته حبيبه قلبي. بجد والله انتي بتعملي كل حاجه جميله زي انتي كمان. انت جميلة جدا. ربنا يخليك والله يا روح. جميلة من جوه ومن بره والله يا يا رب يكرمك ويفرح قلبك. ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويخلي لك ولادك يا وكل رب. سنة وانتي طيبة وكل كرو البرنامج كل سنة وانتوا طيبين. امين دايما يا رب. دايما منورة الدنيا كلها حبيبة قلبي. حبيبتي وانتي دايما معانا كده. ربنا منك ابدا يا رب. ولا منكم يا رب ولا من مكانكم ويعني حبكم ليا. ربنا يكرمكم. حبيبتي صباحك زي الورد. شايفين النعومة عندي؟ طيب عشان حد هيقول لي هو ايه الطبقة اللي تحت دي؟ ده كيك مفروم اهو زي ده كده بالظبط. شايفين كيكه عاديه خالص، حتى الوصفه دي تنفع لو انت كيكه مثلا هبتت منك عجنت نشفت تقدري انك تفرميها وتطلعي منها صنف حلو زي ده. عايزه اقول لكم ان في محل حلواني، يعني محل ما مش هقول اكيد اسمه، بيطلع البوله او الطبق ده 25 جنيه ولا انت ضامنه بقى. بصوا بصوا قطع الفراوله عندي شكلها روعه ازاي. لسه هنسكت على كده اكيد، هنحط برده صوص فراوله على الوش. طب تعالوا نكمل البودنج بتاعي نصبه عشان نبتدي سريعا في التورتايه بتاعتي اهو. بسم الله. بصوا النعومه هتعجب الولاد جدا، مش قادره اقول لكم. حلو، ادي واحده اهي. ننزل بقى على طول، تدخل طبعا الثلاجه عشان ايه؟ تتماسك اهو. هتعمليها بقى في بايركس مثلا كبير، ماشي مفيش مشكله، برده هتبقى حلوه على حسب الموجود عندك، بدل ما ايه تقعدي تحطي واحده واحده اهو. هكتفي اعتقد بدول كده. ممكن نعمل واحده كمان، فاضل كده واحده اهي وبس خلاص. لا تاخد واحده كمان اهي وبس كده. ده كده زي الفل. شايفين شكلها ولونها بيجنن، وفراوله طبيعي، ولا حطيت لون ولا حطيت جيلي ولا حطيت اي حاجه فيها مواد يعني حاجات صناعيه. صباح الورد يا ام هاجر. يسلم ايديك يعني الحاجات الجميله دي. ربنا يكرمك ويفرح قلبك. حبيبتي حبيبتي، ايه رايك بقى في بودنج الفراوله الحلو بتاعنا ده؟ لا جميل. انا متنسى اقول لك انا بحبك قوي عشان ايه الحب. حبيبتي والله وانا بموت فيكم. يا رب يخليك. ربنا يكرمك يا روح قلبي. يسلمي. يسلم لي عيونك. نادين عايزه تقول لك انا بحبك برضه. يا روحي ادهاني طبعا. خدي. ازيك يا روحي؟ انا توته. ازيك يا قلب توته؟ انا بعرف اسمك على طول. بجد؟ ده انت شاطره جدا. انا طيب. يا روحي وانت طيبه يا رب. قولي لي ايه رايك في الفراوله دي؟ انا بحبك عشان عيد الحب. يا انت بتحبيني عشان عيد الحب؟ وانا بحبك بقى من غير اي حب ولا اي حاجه، بحبك كل يوم. يا حبيبتي اقدر ربنا عليك يا روحي سلمي لي عليها كتير، ويا رب دايما كده انت وكل حبايبك منوريني بتليفوناتكم الحلوه دي. ربنا يخليك ويديك يا رب ان شاء الله. يا رب اللهم امين. صباحك زي الورد وكل سنه وانتم طيبين. يسلم عيونك حبيبتي. تعالوا بقى نعمل الكريمه ياها اللي انا قلت لكم عليها. صباح الورد والفل واليد. ده حبايبي كلهم النهارده ولا ايه؟ صباح الورد يا روحي. يا صفصف ازيك يا توتة؟ ازيك إيه؟ يا روحي كل صفي عيد صفي بتاعت الزغروت. طيب على فكره انت بقيتي معروفه مش قادره اقول لك يعني.
ربنا يخليك. انا قلت النهارده عيد الحب بقى، صبح عليك قلبي. ربنا كل عيد حب وانت طيبه ومنوره الدنيا يا رب، وعامله لنا الحلو كله يا رب. ايه رايك في مهرجان الفراوله بتاعنا النهارده؟ زي الفل. انت ما تعمليش حاجه وحشه، كل حاجه مش حرمانه من حاجه ابدا. ربنا يفرح قلوبكم. ربنا انا عينيا ليكم والله لينا يا رب، وكل عيد حب وانتوا كلكم طيبين، وكرول البرنامج الجميل يا رب. حبيبتي ربنا يفرح قلبك، وكل سنه وانت طيبه بمناسبه حلول رجب يا رب، وربنا يبلغنا رمضان كده يا رب. اللهم امين. وندخل كده شهر رمضان الكريم بدون ولا وباء ولا مشاكل ولا اي يا حاجه يا رب. ربنا يزيد يا رب البلاء والوباء، ودايما معانا ومنورانا يا حبيبتي، ومنوره الشاشه الجميله. امين يا رب. صباحك زي الفل وورد وياسمين ان شاء الله، وتسلم ايدك على كل حاجه حلوه بتعملها. يا روح قلب حبيبتي يا صفصف، صباحك زي الورد. طيب تعالوا. لا ده انتوا عايزين زغروطه بقى، ده الحبايب كلهم بيتكلموا النهارده. صباح الورد يا روحي يا أمنية، رحتي فين؟ حسدتكوا ولا إيه؟ حسدتكوا؟ رحتي فين؟ طيب أنا دلوقتي ارجع لي تاني يا أمنية، هستنى تليفونك. بعمل إيه؟ تعالوا نركز. أنا مقادير الكريمة بتاعتي عملت إيه؟ حطيت كله على بعض، حليب المكثف والقشطة واللبن البودرة والكريمة الخام اللي من غير سكر واللبن المتلج، بس خلاص هبتدي أضربها من 5 دقايق ل6 دقايق عشان تبتدي الكريمة يدخل لها هواء وتبقى يعني هشه جدا وتبقى خفيفه وطعمها حلو. طيب على ما تتضرب عندي، ومعلش على الصداع اللي حاصل، تعالوا نحط صوص الفراوله عندي هناك على البودنج بتاع الفراوله، بما ان دي لسه قدامها شويه على ما تتضرب. علي السرعه وتعالوا نروح الناحيه الثانيه. شوفوا بقى كمان الوش تماسك، لما انت تيجي تزينيها حتى لو هتاكليها مش ساقعه قوي، استني يعمل عندك وش كده زي ده. شايفين الوش عندي عامل ازاي؟ متماسك ازاي؟ اهي يعني بتتحرك بس مش سايله، وهي دي اللي انا عايزاها اهو. حط بقى ايه؟ عايزه بقى تحطي كله فراوله، حطيه، عايزه تحطي بس كده حته بسيطه، دي بتاعتك انت. نحط فراولايه مثلا من غير صوص الفراوله برده تمام اهو. نكمل كده دول اهو، نعمل بس كده امسكها كويس، ومعلقه كده صغيره عندك مربة فراوله برضو حطيها، مفيش مشكله، مش لازم اروح اشتري صوص فراوله مثلا مش هيبقى متوفر عندي فاقول مش هعملها، لا هي معلقه فراوله كده بس تدي لون وطعم عندي وتعجب الولاد اكتر اهو. هنعمل لكم ان شاء الله حلقه قريب عن الفراوله فقط، تخزين بقى ومربة الفراوله وكل حاجه، كل ما يخص الفراوله. تعالوا بقى ايه، حط شوية فراولة كده هنا عندي، هنا عندي فراولة بره وعندي فراولة جوه، مش هحطها كلها. تزيين ده بقى اختياري، عندك شوية فستق حطي برضو مفيش مشكلة اهي، حطي برضو شوكولاتة. شوكولاتة مع الفراولة على فكرة بتبقى حلوة جدا، يعني انت لو من الناس اللي بتحب ميكس الشوكولاتة مع الفراولة تقدري عادي جدا ان انت تحطي اي شوكولاته عندك بقى، انت عامله جناش شوكولاته، عندك شوكولاته اللي هي السبريدنج هتبقى برده حلوه قوي اهي. بس كده شايفين شكلها؟ تعالى نحط الحته دي عشان فاضيه اهو، شايفين شكلها يفتح النفس اهي. انا نكمل بقى بقيه الفراوله بتاعتي بنفس الطريقه كده، نحط دول هنا كده اهو، حاجه كده للاطفال سهله جدا وبسيطه وفي نفس الوقت شكلها حلو جدا. ندخل بقى على ايه؟ التقيل. ندخل على التورتايه ونشوف ازاي هنعمل صور الشوكولاته بطريقه سهله جدا. اهو ننضف كده مكاننا عشان نبتدي بقى الشغل ايه في التورتايه بتاعتنا. تعالوا نشوف الكريمه عندي شكلها بقى عامل ازاي، او القوام بتاعها بقى عامل ازاي. دايما هقفل ده عشان اكلمكم، دايما بقول لكم ما تخليش الميه كتير او اللبن، لو انت هتضربي بلبن خلي دايما انت اللي متحكمه في نسبه السوائل، عشان ناس كتير بتحصل منها مشكله ان الكريمه بتكون خفيفه فما بتقدرش انها تتحكم فيها سواء في الحشو او في التغليف، فناخد بالنا. يعني انا بالنسبه لي كده، تعالوا نفتح هي راحت فين اهي، بصوا القوام بتاعي اهو اهي، متماسكه جدا تحفه، هي عايزه بس تتضرب شويه كمان، يعني بصوا اهي متماسكه جدا.
مش هتزهقني بقى في الحشو ولا ان الكريمه سايحه في ايدي، خصوصا كمان في الحر في الصيف ملاقيش ان الطبقات بتتحرك من فوق بعض، ودي برضو تاخدوا بالكم منها لان الكريمه لو خفيفه تلاقي كل قطعه كيك بتجري لوحدها في حته، فتاخد بالنا من النقطه دي. هضربها يعني دقيقه كمان عشان بس تظبط معايا ما يكونش فيها اي قطع من الكريمه. بصوا الشوكولاته بقى لما ساحت على حمام الميه بقت عامله ازاي، شايفين اهي، عشان في يعني شكوى كتير بتيجي من قصه الشوكولاته بتخرز، الشوكولاته مش بتسيح، الشوكولاته لو بتخرز منك هتبقى بسبب ان وصلها ميه. نقول صباح الورد يا دارين، وحشتيني وحشتيني. وانتي وحشتيني جدا 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 جدا. عامله ايه؟ عامله تورته بقى تستاهل بقك. ايه رايك بقى في حاجات الفراوله الكتير اللي قدامنا؟ وانتي طيبه يا روح قلبي وبالف صحه وسلامه. اخويا ريان عايز يكلمك. دهوني طبعا. ايه هو معاك؟ دهوني ريان. دهوني. ازيك يا قمر؟ ازيك يا طنط؟ ازيك يا قلب طنط؟ عامل ايه يا روح؟ الحمد لله. ايه رايك في الفراوله بتاعتنا النهارده؟ حلو. حلو النبي، انت اللي قمر. قول لي عندك كام سنه؟ مش عارفه. ما تعرفش؟ طب انا هعرف. انا طيبه. وانت طيب يا روح قلبي. هستناك تكلمني على طول. الو؟ ايوه يا روحي. ايه طنط؟ حبيبتي. وعنده كام سنه؟ 4 سنين ونص. يا روحي يا رب كده يعني ماما تشوفكم احسن ناس في الدنيا. الله يخليك يا حبيبتي. صباحك زي الورد يا روحي. زيك يا مينو. الو؟ الو. ايوه ازيك يا امنيه؟ عامله ايه؟ انت اخبارك ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كل سنه وانت طيبه. يا رب وانت بالف صحه وسلامه. عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا روحي. عامله حاجات بالفراوله بقى تستاهل بقك. طب اختي عاوزه اتكلم. ادهاني يا روح. الو. ايوه ازيك؟ عامله ايه يا قمر؟ الو. ايوه انا معاكي اهو سامعاكي. الله يسلمك. عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله. ايه رايك في الفراوله بتاعتنا النهارده؟ الحمد لله يا حبيبتي. قولي لي طيب مفيش وصفه كده عايزاني اعملها لك كده؟ والله انت اللي قمر. جميل. حبيبتي. الو. ايوه يا روحي معاكي. الو. ايوه يا حبيبتي سامعاكي والله. قولي انا معاكي اهو. زي كويسه والله طول ما انتوا كويسين. زي كويسه. ايه الحاجات الجميله دي؟ والله انت اللي قمر وعيونك حلوه حبيبتي. صباحك زي الورد يا روح قلبي. طيب انا بعمل ايه بقى؟ ركزوا معايا عشان تبقوا ايه مركزين. واحده واحده. الكيك بتاعي نزلنا مقاديره في الاول، ولا ممكن كمان نستاذن استاذ سباع ان هو ينزل لنا مقادير الكيك تاني عشان لو عايزين تصوروه. قطعت الكيكه بتاعتي بالسكينه اللي هي الكبيره اللي هي المنشار، وابتديت ان انا اسقي سيرب او اسقي مياه غازيه بدون يعني اللي هي الشفافه دي زي ما انتم شايفين كده. عايز تسقيها بلبن وحليب مكثف كريمه على حسب انت حابه ايه. ببتدي ان انا بالفرشه احط كده عشان ما اخليش الكيكه بتاعتي يعني زي ما نقول بايشه كده بزياده، لا بعمل بس بالفرشه، لان زي ما انتم شايفين بصوا لو خدتوا بالكم الكيكه عامله ازاي؟ زي القطن بالظبط. عايز اقول لكم ان في محلات اصلا ما بتسقيش الكيك باي حاجه، ولا سيرب بقى ولا كريمه ولا حليب مكثف ولا اي حاجه من الكلام ده، لان الكيك لو مضمون معاكي هتطلع هشه جدا، هتطلع طريه زي القطن ولا هتحتاجي ان انت تسقيها. طيب انا حطيت عندي طبقه من الكريمه، وزي ما انتم شايفين الكريمه ناعمه جدا، وطعم الحليب المكثف بقى مع اللبن البودره عامل معايا شغل حلو جدا. عايزه انت مش هتبقي متحكمه قوي مثلا في سوى الطبقات، ممكن تقدري تعمليها بكيس حلواني، يعني تفردي الكريمه بكيس حلواني وبعدين تديها يعني خط كده زي ما انا بعمل عشان بس اساوي الوش بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين. بحاول على قد ما اقدر اساوي الطبقات وناخد الشريحه. بصوا اصلا الشكل من الجنب حلو ازاي، مش بضغط بقى عشان الاقي الكريمه لا بس بساوي الحروف. يعني مثلا عندي انا شايفه اهو في الشاشه اللي عندي دي محتاجه تنزل سن اهي. انا بقى لو في البيت هعمل ايه؟ هفضل راجعه كده لورا وافضل الفها واشوف اللي محتاجه عندي يتساوى هيتساوى، كل اللي طالع عندي من الجناب ده ما يفرقش معايا خالص لان انا هداريه كله بالكريم. طيب انا ممكن اعملها 3 طبقات وممكن اعملها 4 على حسب انت حابه ايه. طيب انا هشيل دي، لكن لو تتشال طيب مش هينفع تتشال. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ كويس انا بحبك جدا يا حبيب قلبي والله وانا بموت فيكم. يسلم لي قلبك. قول عندك اي سؤال؟ لا حبيبي. صباحك زي الورد.
طيب تعالوا، انا كنت عايزه احط الفاكهه عشان اوريكم الفاكهه احطها ازاي ما خلاهاش تتزحلق من على الكيك بتاعي، فهعملها بقى مضطره اربع طبقات. اهو حطيت عندي الكريمه اهو. لو انا بقى عايزه احط فاكهه، عايزه احشي الكيك بتاعي فاكهه، هعمل ايه؟ ما ينفعش بقى انا اروح حاطه الفاكهه او الفراوله او ايا كان هو ايه واروح حاطه طبقه الكيكه الثانيه فوق، يعني مثلا عندي شويه من صوص الفراوله اهو، شوفوا بقى دي بقى ايه هندلعها. لو انا جيت بقى رحت حاطه شريحه الكيكه عليها كده على طول، هتلاقي الكيكه بتاعتي اتزحلقت من عليها وبقت مش حلوه خالص، هتلاقيها في التقطيع كمان مش هتبقى لطيفه نهائي. يبقى اعمل ايه؟ انا حطيت اهو صوص الفراوله، هبتدي لازم الخطوه دي ضروري ما فيهاش اختياري حته من الكريمه اهو اهو زي ما انتم شايفين، وابتدي ادمج الصوص او حشوه الفاكهه اللي انا حطيتها مع الفاكهه مع الكريمه، عشان ايه؟ ما الاقيش ان الطبقات عندي بتتزحلق من على بعض اهو. الحركه دي بقى لا يمكن الكيكه تتقطع حتى سنتي واحد، وادي اخر طبقه وكده زي الفل. نضغط كده اهو، شايفين كده الشكل حلو ازاي، ونبتدي بقى ايه نشد كده بالاسباتيلا عشان اظبط الشكل عندي اهو. كل الكريمه زياده اللي عندي بشيلها، شايفين الشكل، وفي ثواني يعني الموضوع ما خدش وقت كتير، وهي دي الفكره. ناخد بقى حبه حلوين، طبعا لو عندك سباتيلا هتبقى افضل بكتير واريح في الفرد كمان. ببتدي يعني اغلف الوش كده تغليفه حلوه بطبقه حلوه من الكريمه. صباح الورد. الو. ايوه ازيك؟ الحمد. عامله ايه يا قمر؟ يا سلمى. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. يا رب دايما. ايه رايك بقى في المهرجان الفراوله اللي عندنا النهارده ده؟ حلو خالص يا حبيبتي، انت عيونك حلوه والله. انا هبدا هعمله وهبعت لك الصور. خلاص هستناك. انت عندي على صفحتي؟ مشتركه على صفحتي ولا لا؟ طيب ماشي، هستنى تبعتي لي الصوره. ماشي ماشي يا روح قلبي حبيبتي، نورتيني. طبعا بقى انا لو في البيت مش هيبقى فيه بقى ايه، هبقى قافله باب المطبخ عليا، ولا هيبقى فيه ايه متقيده بوقت ولا اي حاجه، فبالتالي هقعد يعني اظبط الحروف والوش والكلام ده كله بمزاج. فانت في البيت براحتك يعني، نايمي كده الولاد بالليل وقعدي انطلقي مع التورتاي اهو. لو عندك بقى سكرابر او عندك سباتيلا كبيره تقدري ان انت تساوي الحروف. اشيل بس الزيادات اهي، ناخد كده ايه، ناخد من هنا اهو، شايفين بعمل ازاي؟ مش هتبقى في معاناه بقى في ايه؟ في ان انا اظبط الحروف عندي. ليه؟ لاني هعمل سور من الشوكولاته، سور الشوكولاته ده خلاص يعني نص المشوار او نص المشكله اللي بتقابل كل الستات في ان انا لازم اظبط عندي الجناب، خلاص مش هتكون موجوده بعد الخطوه اللي انا هوريها لكم، هتطلع معاكي احلى وانعم تورتايه في الدنيا اهو. طبعا لازم ادخلها قبل ما اشتغل فيها الجزء الاخير اللي هو سور الشوكولاته، لازم ادخلها تبرد كويس عشان اول ما الشوكولاته تتحط تبتدي ايه تظبط عندي الشكل. فانا بساوي بس كده عندي الحروف زي ما انتم شايفين اهو، شايفين يعني انا عاملاها بسرعه جدا، وفي نفس الوقت يعني الشكل مش متساوي بنسبه 100%، بس في الاخر برضو مظبوط. يعني انا لو حتى غلفت الحروف عندي باي نوع شوكولاته هيبقى شكلها حلو، او جوز هند او مكسرات المتاح عندك مفيش اي مشكله. طيب انا كده عندي هدخلها بس الفريزر 10 دقائق او 5 دقائق على ما نرجع من الفاصل، ونبتدي نعمل صور الشوكولاته. اوريكم صور الشوكولاته عشان اشوقكم ان انتم كمان تفضلوا مكملين، اوريكم شكله وهنزينه مع بعض بنفس الطريقه. هنعمل الصور ده اول ما نرجع من الفاصل، هيداري كل الحروف وكل الجناب عندك ويطلع بالشكل الحلو ده زي ما بتشتريه من بره. ناخد فاصل سريع ونرجع على طول نكمل مع بعض صور الشوكولاته.
رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبناش عليكم. سريعا سريعا رب بس التكييف ما يكسفني والشوكولاته تجمد بزياده، لان اللي انا هعمله ده محتاج درجه حراره يعني هاديه، ما يبقاش ثلج كده زي اللي احنا قاعدين فيه، فاهم؟ احنا ونصيبنا بقى. طيب السور الشوكولاته ده بيداري عندي اي جنب، يعني لو عندي التورتايه بتاعتي حروفها مش مظبوطه او انا ما بعرفش اجلس مثلا كويس الكريمه، يبقى اللي انا هعمله ده هيفيدك بنسبه 1000000%. خلاص هتعملي شويه الشوكولاته زي ما انا هعملها باسهل طريقه على حته ورقه زبده، ويبقى الموضوع عندي خلاص انتهى وخلصتي نص المشوار اللي بيكون ازمه كبيره في موضوع تجليس الحروف بتاعه التورتاي. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا عندي التورتاي اهي، هعمل ايه؟ هاخد المقاس، يعني ممكن حتى يبقى اكبر شويه مثلا اهو، مثلا وليكن ورقه زبده اهي. لازم انا بعمل ايه؟ انا كنت قايسه حتى قطعه من دي بس مش لاقيها دلوقتي، فتمام. هعمل ايه؟ باخد ورقه زبده بحط داير داير على الكيك قبل ما بحشيه، وببتدي ان انا اقطعها معايا، شايفين اهو، اقسمها بعد كده، نظبط بس اهو، شايفين بعمل ايه؟ انا عايزه كمان اشيل لكم دول عشان تبقوا مركزين معايا اهو، عشان بس تشوفوا، لان دي اهم نقطه في الموضوع كله. طيب عندي اهو، هوريكم دلوقتي على طول هعمل ايه. ادي الشوكولاته اهي، اديها بس تقليب عشان النار ايه انا هديتها تحتها اهي، شوكولاته خام عادي جدا ما فيهاش اي حاجه. هاخدها عندي كده هناك، اوعي نقطه ميه تيجي على الشوكولاته هتبوظ كل اللي انت بتعمليه اهي. بجيب عندي كيس الحلواني، استني كده بالله، وابتدي انزل بالشوكولاته اهي. شايفين؟ وهقطعها حتة صغننه، يبقى عندي ايه؟ عندي هعمل دلوقتي سور الشوكولاته، ورقه زبده، عندك فاكيوم ممكن برضو تعملي عليه مفيش اي مشكله. وهبتدي اعمل ايه؟ هقطع حته صغنونه خالص مش كبيره اهي كده مثلا، وبس هتنزل تمام ولا ايه؟ اهي ركزوا بقى، هاخد كده هعمل كده اهو، رايح جاي كده زي ما انتم شايفين اهو. ممكن بقى تعملي ميكس بين ايه؟ بين الشوكولاته البيضة والشوكولاته الحليب مثلا او الدارك، على حسب على حسب انت بتفضلي ايه. انا هقطع حته كمان انجازا للوقت اهي، حته كده من عشان الشوكولاته تنزل معايا على طول اهي، ده كده زي الفل. شايفين الفكرة؟ اهو هاخد بس دي كده وبظبط اهو. انا خدت ايه؟ خدت خطوط كده تمام. اخد العكس بقى كده، شايفين الفكرة؟ عشان تديني نفس الشكل اللي انا عاملاه ده اهو. ممكن بقى تعملي الخطوط اللي تحت شوكولاتة مثلا بيضة، واللي فوق دي شوكولاتة دارك، على حسب. ممكن تعمليها دواير، هعملها لكم برضو ان شاء الله في حلقة. شوفوا الشوكولاتة شدت على طول، يعني انا المفروض الخطوة دي اعملها في ثواني اهو، تمام كده. استنى بقى المفروض ايه؟ الشوكولاتة تشد، يعني انا مستنية بس دقيقة. بصوا الشوكولاتة عندي ابتدت هنا تشد، زاني اللي حطيتها هنا اهي مسكت. استنى بقى، انا ممكن اعمل لكم ايه؟ ههوي عليها زي الدوره كده عشان تنشف معايا على طول اهي، يعني ولا الشوكولاته ما ارفعهاش وهي سايحه خالص فتتبهدل عندي، ولا ارفعها وهي جامده جدا فما اجي الفها اطار ده فتتبهدل معايا. فانا هديها يعني ثواني بس تشد، على ما ايه؟ هعمل انا الفراولايه دي للتزيين. نجيب فراولايه عاديه خالص اهي، احطها في الشوكولاته اهي، وزين بيها. عايز تدي خطوط بيضه عليها هتبقى برضو حلوه جدا، نجيبها بس من الميكرويف ثواني. نجيب ادي المقص، المقص بتاعنا الجميل اهي، وهعمل ايه اهي؟
كده، هدي عليها خطوط كده، شايفين الشكل حلو ازاي اهي، واروح واخدها فين؟ على التورتايه هناك اهي، احطها بقى جوه اهي، جوه دي كده، شايفين الشكل بتاعها، حطيها بقى مايله، حطيها معدوله تمام. ده كده بصوا في الوقت يعني بالظبط، هعمل ايه بقى؟ سمي بالله كده، واروح شايلاها، نحط ده، واروح رافعه دي كده، بسم الله اهو، شايفين لسه ايه يعني اقدر اتحكم فيها، واروح واخداها كده بسم الله، واروح لفاها كده اهو، واعمل ايه؟ اضغط عندي كده زي ما انتوا شايفين اهو، بقفل خالص عشان تبقى مظبوطه. المفروض بقى ان انا ادخلها الثلاجه على الوضع ده 3 4 دقايق عشان تشد معايا وتبقى مظبوطه وزي الفل اهي. نلزق بس دي اهي، بصوا بقى الشكل عندي لما بتتفك اهي، تجا بس ايه تمسك سنه اهي، بصوا دي عندي، شفتوا بقى الفكره حلوه ازاي وسهله جدا وبسيطه. انا كمان بشتغل بسرعه، انتوا في البيت اكيد مش هيبقى حد يعني مش مرتبطين بوقت، شايفين الشكل بتاعها روعه، حلوه جدا، فكره سهله وبسيطه، هتغني عن ان انا افضل اجلس في الحروف وايه واقول لا كريمه سايبه لا كريمه مش مظبوطه. حركه صور الشوكولاته دي بصراحه يعني فكره حلوه جدا اهي، ما تعملوش الحركه دي الا لما الشوكولاته تشد على التورتايه 5 6 دقايق عشان الاقي نتيجه حلوه. يعني انا عملتها بسرعه قدامكم، مجازفه وارد جدا كانت تطلع معايا مش مظبوطه، لكن الحمد لله طلعت زي الفل. باقي الشوكولاته طبعا اللي عندي هنا على الكاونتر مش هينفع اسيبها كده، انت ممكن تخلي معاكي زي كده سكرابر او شياله عشان تشيلي كل الشوكولاته اهي، وترجعي تسيحيها تاني لان اكيد مش هيترمي كل ده اهو، زي ما انتم شايفين كده اهي، هنشيلها بقى دلوقتي وهكمل الفراوله الثانيه اللي عندي اهي اهي، بلمها تاني في نفس البوله بتاعه الشوكولاته وبرجع اسيحها من تاني، ولا كاني عملت اي حاجه ولا عملت اي مشكله، ان احنا مش عايزين برضو نهضر انها يعني شوكولاته مش حاجه مثلا باظت او فيها مشكله اهو، زي ما انتم شايفين هلم كل ده عندي تاني في البوله بتاعه الشوكولاته اهي. طبعا الرخامه عندي او الكانتر بتاعي نظيف وزي الفل، فبالتالي انا مش قلقانه ان هو يبقى فيه مشكله اني ارجع الشوكولاته مره ثانيه. تعالوا بقى نحط بقيه الفراوله بتاعتي سريعا على طول اهو، نضف كده مكاننا واكمل الكام فراوله اهو، شايفين بقى شكلها حلو جدا، خلاص كده عندي زي الفل اهي، بصوا حتى الشوكولاته اللي انا حطيتها ساحت وتمام التمام. تعالوا بقى نكمل كام واحدة من دول كده اهو عشان احطهم، واجيب الشوكولاتة البيضة اهي، وادي خطوط، شوفوا مسكت على ما رحت وجيت اهي. طيب تعالوا نكملها شوكولاتة عادية اهي كده زي ما انتوا شايفين، عايز تحطي مثلا نص شوكولاتة ونص فراولة مثلا على حسب اللي انتي حباه، انا ممكن اعملها نص دي كده ونص شوكولاتة او فراوله مفروم اهي، سمي كده بالله. طريقه الصور دي بقى هتطلع معاكي حلوه جدا، زي ما قلت لك ممكن تعملي ميكس بين الشوكولاته البيضة والشوكولاته الدارك هتطلع حلوه جدا، وهتديكي برضو لون وشكل في الاخر اكتر من روعه كده تمام وزي الفل. طبعا خطوط البيضة كانت هتبقى حلوه جدا، بس الشوكولاته البيضة من الحاجات اللي متعبه جدا انها بتمسك على طول بتجمد، فما لحقتش، يا دوبك عملت واحده ومسكت جدا. لو انت بتشتغلي بالشوكولاته البيضاء خليها احسن على الحمام ميه جنبك، هتفضل سايحه وزي الفل اهي. حط دي كمان ونبقى خلاص خلصنا، حط بس الفراوله في النص وخلاص على كده اهي، بس خلاص اهو. تعالوا بقى نجيبها، شيل ده كده الحاجات دي عشان ايه نقدم مع بعض خلاص، وعايزه اقطع معاكم كمان حته، حاضر اهو. تعالوا كده حط بقى الفراوله عندي هنا اهي، خدها يا استاذ تباعي
حط بس الفراولة. تعالوا نحط الفراولة اهو. عايز تحطي الفراولة كلها مفرومة بقى ماشي مفيش مشكلة يعني اختياري، دي بتاعتك انت اهي. تعالوا ناخدها بقى هنا اهي كده زي الفل، شايفين شكلها يفتح النفس. نفس الفكرة هي جنبي على طول، شريطة حمراء بقى عشان يبقى يكمل كده الموضوع، وكأنك بالظبط يعني جايباها من أحلى محل في الدنيا. سهلة جدا وبسيطة، مفيهاش أي حاجة صعبة زي ما انتوا شفتوا. مش هنلحق أعتقد إن احنا نقطع حتى لف بس الشريطة الستان، ويبقى خلاص كده تورتايتي جاهزة وزي الفل. أهو نعملها كده وخلاص. هقطع لكم أنا حتة وانزلها على البيج الصفحه عشان برضو ايه تشوفوها. شايفين الشكل حلو ازاي اهي، حلوه جدا ولا اجدعها حلواني في البيت بمقادير سهله جدا وبسيطه. عملنا مع بعض تورته الفراوله بسور الشوكولاته والحمد لله ربنا نصفني والسور طلع مظبوط اهو زي الفل وشكله جميل جدا وشكلها في الاخر حلو قوي. وبودنج الفراوله برضو لو انت عايز تعملي مش عايزه يعني تعملي تورتايه ويبقى دبكه كبيره تعملي المهلبيه البودنج دي برضو تحتفي بعيد الحب النهارده. يا رب ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم وكل حاجه تنزل على صفحتي بالتفصيل بالشرح بالخطوات، وهقطع حته في الفاصل واوريها لكم ان شاء الله بالليل على الصفحه. اشوفكم بكره على خير واسيبكم مع تقرير للدكتور مهتاب. السلام عليكم.